المنتخب الأولمبي بيخسر تاني مباراة له في الأولمبياد قدام المنتخب الأرجنتيني بهدف نظيف، مباراة كنا نتمناها نتيجة إيجابية أكثر من كده للمنتخب الأولمبي عشان يعني نعزز من فرصنا للتأهل دور الثمانية، ولكن كلنا شفنا سيناريو المباراة والفريق ما قدرش يعني يخرج بنتيجة إيجابية من المباراة، حتى إيفن لو نتيجة التعادل للأسف كنا نتمنى نتيجة أفضل، ولكن كان في مشاكل مستمرة من مباراة أسبانيا. ربما الاختلاف بس أن أنت وقت بتلعب أسبانيا طبيعي أن أنت بترتضي بأقل شيء، إنما النهاردة شفنا منتخب الأرجنتين في وجهة نظر الشخصية لا يساوي ولا يوازي الاسم، يعني اللعيبة على المستوى الفردي وعلى المستوى التكتيكي داخل الملعب للأمانة فرقة متوسطة جدا، فرقة يمكن التنافس معها بشكل عادي جدا، ممكن التغلب عليها بسهولة. شفنا استراليا في الجولة الأولى بتكسب الأرجنتين 2-0 بخلاف بعض الفرص المحققة والقائم رد هدف ثالث لأستراليا في الشوط الثاني، لكن النهاردة الأمانة أحساسي يعني كان عندنا مشاكل كتيرة منعتنا من تحقيق نتيجة إيجابية. طيب ايه اللي حصل في المباراة؟ كابتن شوقي غريب فكر فيها ازاي؟ هل الشكل يعني المخاطرة الهجومية اللي بدأنا بيها في المباراة كانت كافية ان احنا نهدد مرمى الارجنتين ومرمى الحارس لاديزما ولا لا؟ تعالوا نحلل مع بعض بسرعة المباراة. كابتن شوقي غريب عمره بيغير الخطة، الخطة بتاعته مستمرة 5-2-3 وبيعتمد طبعا على الثلاثي المساك حجازي واسامة جلال والوينش، و بقيت يعني التاكتيك ما فيهوش اي تغيير او الفورميشن. طيب التغيير كان فين؟ التغيير ان هو شال طاهر محمد طاهر من البدايه وحط صلاح محسن، وشال امام عاشور وحط عمار حمدي في خط النص، وبقيت الفريق هو اللي واجه اسبانيا. الاختلاف الوحيد في البدايه ما بين ماتش ارجنتين وماتش اسبانيا ان احنا كنا بنطير فتوح وكريم العراقي للأمام عشان نبدأ نهاجم وتتحول الطريقة لما يشبه 3-4-3 ويبقى عندنا يعني تعزيز في الهجوم. ده ما كانش بيحصل قدام أسبانيا، أسبانيا كان على طول الفول باكس ثابتين ورا، وإذا تقدموا لغاية نص ملعب بس. قدام الأرجنتين لأ، بدأنا ناخد بعض المخاطرة الهجومية وبدأ فتوح من الشمال وكريم العراقي من اليمين يعملوا جبهات ويطيروا. الحاجة التانية إن احنا فعلا كنا بنحاول نعتمد على نفس التاكتيك اللي كنا بنعمله مع اسبانيا، وان كان طبعا كنت اشوف ان هو يبقى مفروض في نجاعه اكبر قدام الارجنتين لان المستويات الفرديه لعيبه الارجنتين اقل بكتير من لعيبه اسبانيا، وهي الكوره اللي احنا بنتكلم عليها في ماتش اسبانيا، وهي ان انت بتسحب المنتخب الارجنتيني ساعه الهجوم يبدا الارجنتين تهاجمك، والارجنتين النهارده فعلا كانت بتخاطر بشكل كبير جدا في الهجوم، شفناهم بيهاجموا بتسع لاعبين، يعني شفت في معظم هجمات الارجنتين كان مساك واحد بس اللي واقف هنا، كل اللعيبه كله متراجع لمنتخب مصر متراجعين، وطبعا منتخب الارجنتين كله متقدم في نص ملعب مصر، وبالتالي اول ما كنا بنخطف الكوره كنا بنحاول نعمل بقى اللي احنا كنا مش شايفين نعمله قدام اسبانيا، يعني ترمي الكره العكسيه لرمضان صبحي نعمل الهجمه المرتده، وفعلا عملناها حوالي 4 مرات، اتحطينا في مواقف 2-1 كتير، رمضان صبحي اتحط في موقف 1-1، الكره طبعا الفرصه الخطيره اللي رمضان فشل في ترجمتها للهدف كانت فرصه سهله جدا، كان عنده اول حاجه انه يسدد قبل ما المدافع يقفل عليه الزاويه، اوكي مدافع قفل الزاويه وانت لميت ودخلت لداخل الملعب خلاص بقى يا سيدي حط الكره في الزاويه البعيده، الكره سهله قوي بصراحه، الكره كانت سهله جدا جدا جدا، لكن رمضان في الامانه في التسديد ما كانش مركز، شاط الكره في نص الجون ولاديزما الحارس كان سهل قوي قوي ان هو يتصدى ليها. فالكره اللي احنا كنا بنحاول نعملها قدام اسبانيا عملناها قدام الارجنتين في الشوط الاول 4 مرات هجمات مرتده عملناها ورحنا بافضليه عدديه، ولكن هنا الترجمه بقى ترجمه الفرص، ان ما ينفعش النهارده في مباراه في الاولمبياد يجي لك هذا الكم من الفرص وتضيعهم كلهم وتقول انا عايز اكسب عايز اتعادل، ده مستحيل. الارجنتين اللي اتفرج على ماتش استراليا هيلاقي الارجنتين الى حد ما
استحواذها للكره كان افضل فعلا. يعني النهارده استحواذهم للكره عن مباراه استراليا كان افضل. اه لسه عندهم الميس باس، لكن في ماتش استراليا كان ميس باس فظيع جدا من عندهم. النهارده كانوا بيعملوا وان تو هات بشكل مميز، واحنا الامانه رغم الكثره العدديه في الدفاع اتعمل علينا كام وان تو في الشوط الاول، كانوا شكلهم سيء جدا جدا جدا. اللي انت المفروض لما بتلعب بثلاثه في الدفاع انت بتقفل العمق، ما ينفعش النهارده العمق ده يتم اختراقه خالص. في كره اتلعبت لديلافيجا اتعمل وان تو من بين الونش وما بين اسامه جلال، كانت وحشه قوي بصراحه، واللاعب مر من نص الملعب وكان هينفرد لولا ان الونش بدا يضغط عليه ويستخدم خبرته ويزنقه داخل منطقه الجزاء. فدي كلها كانت بعض من الاخطاء اللي اكيد كانت بتخلينا حاسين ان الارجنتين عندها بعض الافضليه. يعني برضو كان في كوره جت في القائم الايسر، وكان مهائل من الكرات العرضيه اتلعبوا من عليه، ده كان طبيعي. انا اشوفه طبيعي ليه؟ لان انت خلاص قررت انك تهاجم، فبالتالي في مساحه هتتفتح من ورا الفول باك عندك. انما الشوط الثاني الكره الثابته طبعا كانوا محظوظين جدا جدا فيها المنتخب الارجنتيني. الكره اتلعبت ومحمد الشناوي والدفاع ما قدرهاش. محمد الشناوي حتى احساسي كان فاكرها خارجه بره، ردت من القائم وجت هدف. بعد الهدف طبعا من طرف ارجنتيني خلاص، يعني اذا مثلنا مثلا الشكل في الشوط الثاني هنلاقي ان المنتخب الارجنتيني بعد الهدف كله تراجع للدفاع. خلاص شكرا المدير الفني، قال لهم كفايه كده يا جماعه، احنا مش عايزين حاجه اكتر من كده، احنا عايزين بقى نحافظ على الثلاث نقاط اللي احنا وصلنا ليهم دول، فلازم نطبق الزون ديفنس، محدش يضغط على المصريين في نص الملعب. اوعى تضغط في نص ملعبك، ارجع لورا. ومنتخب الارجنتيني فعلا وقف وقفه دفاعيه ممتازه، 4-5-1 زي ما الكتاب بيقول، مفيش اي مساحه تمرير في عمق الملعب. ودي بقى كانت مشكله تانية عندنا، وهنا يبان بقى الفرق ما بين التكتيك بتاعك وانت بتلعب وانت بتدافع وانت مطالب باحراز هدف. هنا تبان بقى ليه احنا قدام اسبانيا واقفين ما عندناش ازمه، لان احنا خلاص مش احنا اللي بنهاجم، اسبانيا اللي بتهاجم، وانت معاك الكوره تصرفوا انتوا، احنا مش هنعمل حاجه، نحن هنا جالسون وقاعدون، مش هنتحرك. فبالتالي التست والاختبار على المنتخب الاسباني. دلوقتي لما هتاخرنا في النتيجه قدام الارجنتين كان لازم بقى الكابتن شوقي غريب يورينا هو يعني مسيستم فرقته ازاي تتصرف اذا اتحطت في وضع ضغط وهي مغلوبه. للاسف كان الشكل سيء جدا جدا جدا، واحنا بنحاول نمرر الكره. يعني احنا طالعين وطبعا هو شال اسامه جلال وبدا يحول الطريقه لاربعه في الخلف وبدا يلعب بالطريقه المعتاده ال 4-3-3. في كوره في البيلدنج اب، الكوره معانا، قعدنا نمرر الكوره على خط الوسط من هنا اهو لغايه ماشيين الكوره بالعرض 3 دقائق. انا تحسبها 3 دقائق مش عارفين نطلع لقدام. حتى الكابتن عصام الشوالي لما قعد يقول لك الاستحواذ السلبي كان شكلها سيء جدا. انت واضح انت مش بتمرن على شيء، انت مش عارف تعمل ايه. كره معانا وعمالين نمرر، يعني الفول باك يمرر للهاف ديفندر، هاف ديفندر يرجع لحجازي، حجازي يدي للونش، الونش يدي للفول باك على الناحيه الثانيه اللي نزل كريم فؤاد، كريم فؤاد يرجع، وعمالين نعمل تمريرات عرضيه واحنا مغلوبين 1-0 لمده 3 دقائق لغايه لما اتزنقنا خالص. راح احمد حجازي واخد الكوره ولعب الكوره الطوليه اللي راحت لحارس لاديزما في ايده، الكوره كانت سهله جدا. فده يوريك ان احنا ما كانش عندنا حلول، الحلول عندنا مش موجوده، مش متدربين. احنا لعبنا واضح ان احنا العقليه بتاعتنا تكتيك دفاعي فقط، نعرف نتصرف ازاي والكوره مع المنافس، لكن لو الكوره معانا احنا مش عارفين نلعب كوره. واضح ان احنا مش عارفين نلعب كوره، مش متدربين على حاجه، مفيش اوفر لابس، مفيش حد بيعمل سكرين لحد، مفيش حد بيفتح مساحه لحد، الناس كلها بتتحرك على الكوره بس، ودي مشكله. ما ينفعش النهارده في مباراه المنافسات الكبيره دي تبقى فاكر ان انت هتتحرك لما الكوره تجي لك، لا ما ينفعش انت تتحرك وانت ما معكش كوره، لازم يكون عندك النهارده تحركات بدون كوره كتير، تفتح مساحات وتبدا تلعب الكوره بتاعتك. لكن احنا اجدنا في حاجتين، اجدنا في ان احنا نسيب الكره للمنافس واحنا ندافع، او نلعب الهجمات المرتده والكرات العكسيه اللي تهرينا منها بصراحه خلال الماتشين، وفي الاخر هي ما نجحتش. ربما وصلتنا النهارده للمرمى الشوط الاول، ولكن برضو ما ترجمتش الاهداف، وبالتالي ما دام انت ما ترجمتش فرصتك لهدف خلاص شكرا، الفرصه اتنست والتكتيك بتاعك ده اتنسى وفشل.
وبالتالي فضلنا نلعب بالسيستم ده لغاية الدقايق الأخيرة، جالنا فاول على حدود منطقة الجزاء، برضو فشلنا في ترجمته لهدف، وواضح جدا جدا المنتخب ده فعلا تأثر تأثر كامل بغياب مصطفى محمد اللي كان صاحب النصيب الأكبر من الأهداف في كاس الأمم ومع الفرقة دي بسبب الكرات العرضية. هو كان مصطفى محمد بصراحة بيترجم الكرات دي بكل سهولة، الراجل مش موجود خلاص شكرا، يبقى احنا ما عندناش اي وسيلة اخرى للهجوم، وبالتالي دفعنا تمن غياب مصطفى محمد غالب ان احنا ل 180 دقيقة فشلنا في احراز ولو هدف، حتى ايفي لو كان المنافسين اسبانيا والارجنتين، ولكن اسبانيا فعلا منتخب قوي، لما الارجنتين اسم فقط وليس نفع، يعني مستوى الاسم مش موجود داخل الملعب. طب هل احنا النهاردة كده خلاص حظوظنا خلصت؟ لا، احنا طبعا واحنا بنصور الحلقة مع حضراتكم دلوقتي مباراة اسبانيا واستراليا شغالة، نتمنى ان المباراة تنتهي بالتعادل او فوز استراليا، ده الافضل لينا، وعندنا مباراة يوم الاربعاء مع المنتخب الاسترالي، الفوز فيها ان شاء الله يدينا الامل للتأهل لدور الثمانية، لكن النهاردة فوز لو اسبانيا كسبت دي نتيجة مش في صالحنا، لان استراليا هتنزل قدامنا في كامل قوتها وبكامل تركيزها، ويبقى المنافسة ما بيننا وما بينهم، فنتمنى اي نتيجة النهاردة غير فوز اسبانيا، وربنا ان شاء الله يوفقنا باذن الله يوم الاربعاء. ده كان تحليل سريع لمباراة مصر والارجنتين الاولمبي، هارد لك للمنتخب الاولمبي، وان شاء الله يتوفق يوم الاربعاء في مباراته قدام المنتخب الاسترالي. ما تنسوش النهاردة بالليل عندنا ماتش الاهلي وانتاج الحربي، ماتش مؤجل من الدوري، برضو هيبقى في لي حلقة تحليل ترند يلا كورة بعد مباراة ان شاء الله باذن الله مساء الاحد النهاردة. شكرا جزيلا، كنت معاكم كريم سعيد.